السلام عليكم. استكمالا للبلاي ليست بتاعت الفطار وافكار الفطار والعشاء والسحور اللي احنا ابتديناها قبل كده، هنزود عليها كمان وكمان. النهارده هنعمل طاسه حلوم بالبتنجان حكايه. جبنا حلوم بالبتنجان مع دقه بسيطه كده، هتعجبكم جدا ومش هتستغنوا عنها خالص في التجمعات وفي افطار بقى يوم الجمعه، وممكن كمان تبقى فاتح للشهيه مع الاكل، وممكن كمان تبقى وجبه رئيسيه مع شويه سلطه كده وبطاطس حكايه. يلا بينا تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في البداية جبت بتنجانية وقطعتها لمكعبات صغيرة. هحاول على قد ما اقدر ان انا اقطع البتنجان صغير، عايزينه اكبر من كده براحتكم، بس انا عايزاه يتهرس كده وما بقاش وجوده باين قوي في وسط الخلطة اللي هنعملها وفي وسط الجبنة. اللي عايز يبين المكعب اكتر براحتكم، بس هي دي حلاوة الحمسة دي، ان هو يبقى مهروس كده في وسط الخلط. اهو بصوا انا عملت الحجم ده، عايزين تكبروا براحتكم، دي حاجة ترجع للذوق الشخصي. وكمان هقطع طماطمية مكعبات، مش هصغرها قوي لان الطماطم هتقل حجمها مع التشويح، فمش فارقة كتير ان هي تبقى صغيرة زي البتنجان. اهو قطعتها لمكعبات، وكمان هقطع فلفل حامي، والفلفل الحامي يرجع للذوق الشخصي بس بيدي طعم حلو قوي قوي. وكمان فلفلية صفرة كده لزوم الالوان، يبقى عندنا كل الالوان في الحمسة بتاعتنا او في الطاسة بتاعتنا. وهخليهم بقى على جنب واروح اقطع الجبنة برضو تبقى جاهزة معايا، وهحاول الجبنة برضو تكون مكعبات. الجبنة مش هتكش معانا بس تطرى كده وتبقى طعمها فظيع، فهقطعها مكعبات على قد ما اقدر تكون قريبة من حجم البتنجان، بس انا حباها تبان عن البتنجان شوية. وجهزنا كل حاجة، يلا بقى نروح نبدأ. هنزل في الطاسة بتاعتي بشوية من زيت الزيتون، شوية من اي زيت حابينه او مادة دهنية حابينها، لان انا مش هقلي البتنجان، انا هعمله سوتيه، يعني هيتشوح ويستوي على البخار بتاعه زي ما عملنا الخضار السوتيه قبل كده. اللي ما شافوهوش يروح يشوفه، يعني هفضل اشوح فيه لغايه لما يستوي. والطريقه دي تحفه، بتخلينا كاننا قليناه بالظبط، مش فارقه خالص، بيفضل يستوي على البخار بتاعه. شايفين البخار اهو طالع ازاي؟ بيفضل يستوي على البخار بتاعه ويبقى كاننا قليناه بالظبط، او قليناه قليه خفيفه، بس بيكون صحي اكتر وفي نفس الوقت طعمه يجنن. اهو خلاص انا شايفه ان هو وصل للون كاني قليته بالظبط. ننزل بقى دلوقتي بالحاجات اللي قطعناها سوا، الطماطم والفلفل الحامي والفلفل الالوان، كلهم ياخدوا كمان تشويحه مع البتنجانيه بتاعتنا القمر دي. ملحوا بقى، انا كنت حطيت شويه من الملح على البتنجان في الاول، فهحط فلفل اسود. انتوا في المرحله دي عايزين تحطوا الملح والفلفل كامل براحتكم خالص، ونبتدي نشوف التوابل اللي ممكن نحطها. انا هنا حطيت معلقه من البابريكا ومعلقه من الكزبره الناشفه، بس انا عايزه احس بطعم البتنجان والحلوم. لو في اي توابل عايزين تضيفوها ضيفوها، بس الحمسه دي طعمها الاساسي ان احنا نحس بالجبنه، فمش عايزين نغير طعمها. يلا بقى دلوقتي ننزل بالجبنه بتاعتنا اللي لما بتتعرض للسخونيه بتسيح شوية كده، مش بتسيح خالص بس بتفك كده شوية وبتبقى طعمها جنان. ونقلب بقى الجبنة اهو لغاية لما تاخد تشويحة هي كمان. شفتوا البتنجان ده بزاي؟ انا عايزاه كده، عايزينه مش كده، قطعوه اكبر، بس هو كده طعمه حكاية مع الطعم كله على بعضه. اهو سيبوها بقى تاخد تشويحة، مش هقلب دقيقة كده لحد ما تاخد تشويحة من تحت، وبعدين ابتدي اقلبها وتاخد تشويحة من كل بقى الجهات، والالوان تبتدي تبان. بص اهو ابتدى لونها يبقى ذهبي شوية، ساعتها اعرف ان انا جاهزة ان انا اكلها. الاكلة دي لازم تتاكل سخنة، الجبنة لما بتبرد بتجلد، لازم تتاكل سخنة عشان يبان جمالها. حطوا بقى عصرة ليمون، حطوا شطة، حطوا الاضافات اللي تحبوها، واستمتعوا بأحلى أكلة ممكن تاكلوها على الفطار، أو ممكن تبقى وجبة غدا زي ما اتفقنا. تابعوني هنعمل مع بعض حاجات كتير حلوة جاية، وهحط لكم بلاي ليست الفطار تاخدوا منها أفكار كتير، ولسه كمان هنضيف لها أفكار كتير أحلى وأحلى. ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.